وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ريت عشان خاطري أستحلفكم بالله، أستحلفكم بالله، أنا مطاردة، أنا طفل وأطفال، معايا أطفال ومعايا زوج، ليه كده؟ حرام حرام، أنا مقدم بلد لبلد لبلد، عايشة في بلدي مكرهة، أنا ما سرقتش ولا قتلت ولا بموت حد، أنا إسلام، أشهد إسلام. ايه المشكلة؟ انا اللي عملت ايه يعني؟ قوليلي عملت ايه؟ وزوجي ده المشكلة اللي تحت البشرة ذنبه ايه؟ والاطفال اللي معايا ذنبهم ايه؟ واحنا ذنبنا ايه في اللي بيحصل لنا؟ فين الشرع اللي بتكون دولة اسلامية؟ وفين المسلمين المسلمين؟ وفين القانون؟ فين انتوا؟ رحتوا فين؟ ليه زي ما بلاش في وسط بلدنا في بلد مسلمة وطاردين بره 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 وفي الشوارع على طول من بلد لبلد لبلد؟ ليه كده؟ حرام عليكم، انتوا الناس شوية فينا عشان ربنا بيتوقعوا، انتوا الناس اللي توقعوا اليوم من الايام قدامه من كبير لصغير، انتوا الناس حرام عليكم كده، عايزيننا ليه؟ عايزين ترجعونا ليه تاني؟ ما احناش راجعين. بقول لكم اهو انا مش راجعة ومش راجعين تاني ومهما عملتوا، ولو اصريت على كده هحاول احولها اكبر من كده، واللي انتوا عايزينه تعملوه انا هعمل اكبر اكتر منه، وانا بعرفكم اهو بقول لكم ومهما عملت من كبيركم الصغير بتاعكم، طول ما احنا واقفين وربنا واقف معانا انتوا ما عندكش قلب اي بشر انا من هتيجي جنبنا، طول ما ربنا واقف معانا وطول ما احنا ثابتين بايماننا احنا مسلمين وعمرنا ما احنا هنرتد تاني، مش نبقى مرتدين قدام ربنا ونشرك بالله، ما احناش عايزين نرجع تاني، بنقول لكم انا هتقصد بالله تاني، مش راجعين تاني، ما بهذه الكلمات التي تدمي القلوب نبدأ عرض فصول هذه المأساة. إنها مأساة أناس اغتصب حقهم في الحرية والاختيار والأمان، وربما في الحياة أيضا. ونود أن ننوه أن ما دفعنا للقيام بإنجاز هذا العمل بعد الوقوف في جانب الحق والعدل إلا الخوف، الخوف على هذا الوطن الذي باتت تشعر فيه الأغلبية المسلمة أنها مضطهدة في ظل تعالي صيحات الأقلية الأرثوذكسية بالاضطهاد. ونرجو أنه مع نهاية هذا العمل يدرك الجميع أن الأمر جد خطير. أيها السادة، ما دفعنا لعرض هذه المأساة هو أنها مأساة تتكرر، مأساة تتكرر، مأساة تتكرر. مأساة تتكرر، مأساة تتكرر. ماذا حدث؟ كيف سلبت منا أخواتنا المسلمات الجدد؟ وكيف للكنيسة أن تكون فوق القانون والدستور المصري ويكون لديها السلطة لتهديد أي شخص يشهر إسلامه فيكون مصيره إما القتل كما حدث مع هذا الشاب من المنيا حيث حاول أخوه قتله بناء على فتوى كنسية. اللي يترك مسيحيته ويروح للإسلام بخيانة عظمى، ولا بد من عقابهم،
اللي يترك المسيحية ويروح الإسلام. المسيحي اللي ساب المسيحية ودخل الإسلام، هذا الشخص يبقى عمل خيانة عظمى ويقتل. وإما التهديد والوعيد ثم التشريد. بصي أنا أسلم وهقعد ومش هعمل أي حاجة ومش هفضحكم، لأن الإسلام بالنسبة لهم عار، ومش هجيب لكم العار زي ما أنتم بتقولوا، ولا هفضحكم، وهقعد بس سيبوني في حالي. يعني أنا سيبك في حالك. بدأوا بقى يضربوا بقى فيها، وش الرجال متبهدل لغاية النهاردة في إصابة. كنت تقريبا 23 سنة، حتى لغاية النهاردة في إصابة في دماغي باينة. اخواتي بقى يضربوني ضرب جامد قوي، برغم ان انا عمري في حياتي ما اتضربت من حد. بابا كان حابس نفسه في الاوضه باستمرار عشان ما يشوفنيش وانا كده، لان مش قادر يعمل لي حاجه. هو عارف ان انا غلطانه، فمش قادر يساعدني ولا قادر يقف جنبي. كان في واحده عندنا بتساعد ماما في البيت، صفروها وشايلين البيت كله، مفيش اكل مفيش رعايه مفيش اهتمام. المهم فطبعا ودوني كذا اسم، وطبعا اتبهدلت، نمت في الحجز مع الناس اللي هم الحرامية والستات. واحدة بتقولي انت جاية في ايه؟ لا حول ولا قوة، ما بقتش عارفة اقولها ايه. ادريني دوبنا الله علينا، وسبت عفشي وسبت حاجتي كلها ونزلت، ما بقتش عارفة اعمل ايه. رحت الاستاد في الاول، كان في صحفي هناك وعد ان هو هيعمل لي طلب من المحافظ، او طبعا الكلام ده كله هيقعد سنين على بال ما اخد شقة. طب انا هروح فين على بال ما انت تعمل كل ده؟ انت واولادك في الشارع. في الشارع دخلت الاستاد، قعدت عادي زي ما الناس قاعده، الناس بتروح وانا بفضل قاعده لغايه ما الناس بتمشي. بفرش للعيال اي كرتونه اي حاجه اليوم مع البيست بتاع الحفلات، وانا افضل قاعده بقى طول الليل. واما ليست المره الاولى التي يتحرك فيها الشارع المصري مدفوعا بقضيه كاميليا شحاتة، السيده القبطيه التي تردد انها اسلمت وانها الان سجينه احدى الاديره بقرار من الفرنسيين. هم يشعرون بانهم ظلموا في مساله المراتين المسلمتين اللي كان يسلمتا الى الكنيسه بغير حق، وحتى اليوم هذا الجرح لم يشفى. وانا ادعو الكنيسه الى اعاده هاتين المراتين الى بيتيهما معززتين مكرمتين، لكي نقطع دابر كل فتنه. ستقوم فتن اخرى بسبب هاتين المراتين، وان لم يظهر السبب على السطح، لكن هو اللي في نفوس الناس. انا بحذر يا عمرو من موقعي الوطني، مش من موقعي الاسلامي بس. ستقوم فتن اخرى بسبب هاتين المراتين، وان لم يظهر السبب على السطح، لكن هو اللي في نفوس الناس. ستقوم فتن اخرى بسبب هاتين المرأتين، وإن لم يظهر السبب على السطح، لكن هو اللي فين وفاء قسطنطين؟ طيب اللي احنا معاملين عليها فينها؟ أنا كل مرة أسأل عليها يقولوا لي فلان ده رجعت مصر، أصل محطوطة في الدير. طب أنت حطيتها في الدير ليه؟ ليه؟ وجوزها فين؟ وأولادها فين؟ ما حدش دي كلها حاجات دخلت فيها مخابرات وأجهزة مخابرات، وهو قاعد يعمل لهم كفر أب يغطي عليهم وخلاص وضعنا. قد يسأل البعض ما يفعل في هذا الشخص الذي يتم إعادته إلى الكنيسة، سؤال أجابت عنه الأحداث. السيدة وفاء قسطنطين زوجة القس يوسف عوض كاهن كنيسة أبو المقامير أعلنت إسلامها عام 2004، تم تسليمها للكنيسة. المصير مجهول. السيدة ماري عبد الله زكي زوجة القس لويس نصر عزيز كاهن كنيسة الزاوية الحمراء أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر عام 2004، تم تسليمها للكنيسة. المصير مجهول. الدكتورة مريان مكرم والدكتورة تريزا إبراهيم طبيبتان من محافظة الفيوم أسلمتا عام 2005، تم تسليمهما للكنيسة. المصير مجهول. السيدة وفاء رأفت عدلي أسلمت عام 2005، تم تسليمها للكنيسة. المصير مجهول. الأخت كريستين مصري قليم أسلمت عام 2009، تم تسليمها للكنيسة. المصير مجهول. واليوم وكأن عقارب الساعة تعود إلى الوراء، السيدة
السيدة كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن ديرمواز تبلغ من العمر 25 عاما وتعمل مدرسة بمدرسة بني سالم الإعدادية بمحافظة المنيا. سلمت إلى الكنيسة في شهر يوليو عام 2010. المصير مجهول إلى الآن. حينما تركت السيدة كاميليا شحاتة زاخر بيت زوجها تداو السمعان كاهن ديرمواز في 18 من يوليو عام 2010 متجهة إلى القاهرة لإشهار إسلامها، ولا يمكن لأحد أن يتهمها بالسذاجة لأنها لم تدرك وهي تعيش في بلد يسكنه أغلبية مسلمة ودينه الرسمي هو الإسلام أن ما أقدمت عليه هو جريمة ستجتمع كل القوى لمنعها بأية وسيلة بالإرهاب الكنسي والضغط النفسي بالإرهاب الكنسي والضغط النفسي. مظاهرة داخل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية نظمها مئات الأقباط التابعين لديرمواز بالمنيا احتجاجا على ما وصفوه باختطاف زوجة القس تداو السمعان كاهن كنيسة ماري جرجس بمركز ديرمواز وسط تواجد أمني مكثف خارج الكاتدرائية مطالبين بعودتها في أسرع وقت. احنا لنا مطلب واحد بس، مرات أبونا هناخدها معانا وهنروح، ما فيش أزيد من كده. إنما ملابسات الموضوع كل واحد يفسر بمزاجه، خطأ أنا بقوله خطأ لأي واحد يفسر زي ما هو عايز. الناس كلها عايزة مرات أبونا، يعني في الظاهر إيه؟ عايزة مرات أبونا ترجع بناء على وعودهم، يعني هما بيقولوا إن هما هيرجعوها وكل يوم يقولوا آخر النهار الساعة كذا، فالناس عندي مشاعر. الناس مش هتروح ومش هيسيبوا القاهرة والأعداد هتتزايد، ونرجو ان الموضوع يقف لحد كده ويجيبوا الست. حريص رجال الكنيسة على تهدئة الأوضاع مؤكدين أنهم في انتظار ما تسفر عنه مجهودات رجال الأمن، بينما أكد المتظاهرون على إصرارهم باستمرار التظاهر حتى تعود معهم زوجة الكاهن المختفية. قدست البابا في أمريكا بيكلم السادة المسؤولين، والسادة المسؤولين وعدوا وإن شاء الله هترجع بالسلامة، وما فيش أي حاجة غير أن احنا ننتظر شوية وقت لغاية لما كل الأمور تتحل وتوضح وكل حاجة تبقى كويس. الأمن متباطئ جدا جدا، وكان يدينا وعود والوعود مش بيحققها، مرة يقول بعد ساعتين، مرة يقول بعد ثلاثة. أمن الدولة، المركز، المحافظ، كل الجهات العليا أوصلنا لها أنه واحد بس يكلمنا بالصراحة أو الحقيقة، لقينا الشعب كله هاج علينا. مظاهرة عشان زوجة أب كاهن لنا، أبونا كلنا اختفت، فكلنا طبعا إيد واحدة متكاتفين عشان ترجع زوجة أبونا. مقيمين هنا في الكاتدرائية لحين ما مرات أبونا ترجع، مش هنتحرك من هنا ولا هنمشي من هنا. والعنف عند محطة الأوبرا بتاع المترو. نعم. لقيت الإشارة اتقفلت، فعادي الإشارة قفلت، قاعدين عادي بالعربية. فجأة لقيت حوالي 7-8 بيركبوا العربية عندي، بيركبوا فوق العربية، فوق الموتور وفوق السقف وفوق قفز على العربية، قفز على العربية كده. فأنا أفكر شباب مثلا طالعين من نادي القاهرة اللي على يدك الشمال ده، ومن نادي أو شباب بيعدوا عشان يحاولوا تويس، فاللي بيعدوا من العربية لكن ما بيعديش على العربية. فهي إيه ده إيه ده؟ فلقيت حد بيقول انزلي بقى، تنزلي ويقول ألفاظ طبعا ما ينفعش أقولها. سبوها شتموها، يعني بتوع أمن الدولة شتموها، انزلي يا كذا يا كذا يا كذا. انزلي لو كانت لسه زوجة القس، لو ما كانتش أشارت سما ما كانش حد يجر إنه ينظر لها، فضل إن يسبها. المهم انزلي عرفت الشتائم. المهم انا حاولت قدر المستطاع واتخانقت في 2-3 منهم اللي قدرت اقاوم، وحطيت البنت ورايا وبدات بقى ادافع واقاوم قد ما اقدر لحد ما فطبعا الستة سبعة لقيتهم العدد كتير عن كده، والضرب اشتغل عليا، وسمعت واحد بيقول له اضربهم على دماغهم لما يغمى عليهم وشيلهم مغمى عليهم، عرفت؟ فبدأ هم بقى يتكاتروا عليا ويسحبوني. لما لقيت واحد منهم سحب طبنجة وواحد معانا سلكي، عرفت ان قلت له امن دولة امشي معايا، عرفت
فهم بقى سمعوا مني حكايه الضربه اللي اغمى عليها وراحوا بقى ايه ضربني حضرتك بالمسدسات واللاسلك ورموني في الارض. وبقى الضابط اتنطط عليا على راسي كذا ضابط ولا شرطه مش عارف بقى اتنطط على راسي بالرجلين. لا حول ولا قوه. يعني انا اتفرجت في الارض بقى من كتر الضرب وكده وطلع ده بقى يدوس على 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 راسي ويدوس على رقبتي كده زي ما تكون هتذبح خروف يعني وجاي بتاعه يضرب. طبعا انا اتفتح هنا خمس غرز وهنا خمس غرز وهنا حوالي اربع او خمس غرز وهنا وهنا ده اللي اتفتح اما الباقي كله بقى كده. يا الله. وطبعا رفعوني من الارض بقى كده بعد كده لما بدات اتحدي يعني بس ما مش عليه ولا حاجه بقى رفعوني بقى فراح الدم نازل بقى فسمعت كاميليا بقى بتلطم وتزعق وكده يعني حرام عليكم حرام عليكم انا مسلمه انا اسلمت والله انا تخطفوني انتوا نصارى ولا انتوا مين انا عرفت. فواحد بيقول لها اركبوا برضه بالشتان يعني المهم ركبونا ومشينا كانوا الجمعه اتكلم معايا تاني وبعدين جابني ادينا عدينا عنوان بيتك بالظبط خد معاك حد على التليفون اهو عدينا عنوان بيتك بالظبط عرفت علشان رايحين نجيب الحاجه بتاعت بنتي من عندك. فراحوا فعلا البيت عندي جابوا الحاجه بتاعتها الشنطه والموبايل وكده وبعد كده انقطعت انا ما سمعتش كاميليا او سمعت صوتها تاني داخل المركز. كنت سامع لحد مكالمه التليفون ده انا سامع وهي بس الكلام ما كانش يعني بتقول ايه؟ دول عندها كانت بتدعم تقول انا مسلمه والله انا فسامع حد بقى بيقول لي بيقول لها يعني كلام مش مظبوط يعني بيسبوها يعني انت عاش اواد انت مش عارف ايه كلام من ده يعني وهي بتعيط وتدعي بتعيط وبتدعي كان عصر الجمعه تقريبا اللي انا فاكره يعني اللي وقف ورقي يقف الدم في عروقه وكلام زي كده وقف ورقي لورق الاشهار وكان واقف الدم في عروقه ودعوات تانيه كده انا والله مسلمه والله طب وذنبه ايه لما كانوا يجيبوني وتشوفني طب الراجل ده ذنبه ايه يعني الراجل ده انا سببت له الاذى انا مش عارف ايه منهم لله منهم لله والله يا جماعه انا مسلمه والله عرفت بس ما ثم اختفت كمان والكذب. عادت زوجة كاهن كنيسة ماري مرقس بدير مواس بالمنيا بعد اختفاء دام أكثر من أسبوع وسط غموض حول أسباب اختفائها. وكانت السيدة كاميليا شحاتة زوجة الكاهن تداو السمعان والتي تبلغ من العمر 25 عاما قد ذهبت لزيارة والدها لتختفي فيما بعد وتعود أمس ويحتفي أهلها بعودتها. أما أهالي دير مواس فقد اختلفت أقاويلهم حول أسباب اختفائها لكنهم أجمعوا أن الأمور أصبحت أكثر استقرارا الآن. سمعنا قالوا دي اتخطفت وكذا أن هي جابت فلوس من البنك وخدت أجازة من شغلها ومشت. هي كانت متضايقة في البيت أو حاجة زي كده وراحت مكان كان فيه يعني شوية غبن شوية بس ما فيش حاجة ولما رجع دلوقتي بقيت 10 على 10 الليل كل كان عايل هم دي ان هي مشيت ليها. كل الدلائل بتشير ان هي اختفت على اثر خلافات زوجيه يعني ما فيش اساس ديني وما فيش اساس طائفي. قالوا مرت ابونا اتخطفت ورجعت بخير وسلام ما فيش اي شيء. ما وبعدين جت وكانت الفرحه مسيه على الناس اخواننا المسيحيين والمسلمين والناس كلها كانت سعيده ومبسوطه. بدات المظاهرات في الكنيسه عندنا هنا في دير مواس. الامن حاوط الكنيسه كلها اليوم ده وما قدروش يعملوا مظاهرات. راح الانبا غابيوس اللي هو اسقف الكنيسه بتاعتنا قال خلاص ما فيش مظاهرات ومنع الكلام ده خالص. بعدين جت الشعب ما سكتش بدات الاتوبيسات كلها تتحرك على الكاتدرائيه في القاهره وعملوا المظاهرات في القاهره. وقد شهدت الكاتدرائيه العباسيه على خلفيه ذلك الاختفاء مظاهرات حاشده يوم الخميس الماضي اشترك فيها مئات من الاقباط يقودهم زوجها الكاهن. أثار اختفاء كاميليا شحاتة الكثير من المخاوف بعد أن ربط البعض بين اختفائها وبين حادث وقع في عام 2004 حين أشهرت زوجة أحد الكهنة في محافظة البحيرة إسلامها وغادرت منزلها. إلى أن ظهرت اختفاء الزوجة تؤكد أنه لا وجود إطلاقا لجريمة الاختطاف ولكن لا أدري
لماذا تم دفع مئات الشباب في المنيا وفي كاتدرائيه العباسيه لانهم يقولوا كلام وهتافات، وكما لو كانت مصر اصبحت غابه ولم يعد اي مواطن بغض النظر عن دينه وعن انتمائه السياسي او عقيدته امن في بلده. وهذا الكلام سابقا. انا عايز اقول لحضرتك عندنا في محافظه المنيا تحديدا وفي مركز منوي يا استاذ منى منذ عام ونصف، وهذا الكلام موثق وموجود عندي في الاهرام وموجود عند كل الزملاء الصحفيين في مختلف انتماءاتهم الصحفيه قوميه ومستقله ومعارضه، عندنا حاله اختفاء فتاه مسيحيه من امام مترانيه منوي، وخطيبها قال انها اتصلت بيه تليفونيا وابلغته انه في اثنين ملثمين اختطفوها واغتصبوها. للاسف الشديد اجهزه الامن بحثت القصه وتبين ان القصه دي كلها مختلقه ولا وجود لها، والبنت كانت مع صديق ليها في القاهره وتم اعاده الفتاه، ولم يحدث واقعه اغتصاب للفتاه كما زعمت، وانما كانت تائبه بمحضرتها مع صديق لها. طب يا استاذ حمادي، اولا وجود فعل الشارع في غضب شديد جدا عن التلويح بانه هناك حاله اختطاف لهذه الزوجه قبل التحقق من الواقعه. هناك وقائع تؤكد ان هذه الزوجه اختفت بمحض ارادتها يا استاذه منى. هذه الزوجه ذهبت الى البنك وسحبت فلوسها، سحبت ارصدتها من احد البنوك اللي كان ليها تعامل معها. هذه الزوجه قدمت على اجازه 15 يوم وقالت لزمايلها لو انا اختفيت او انا غبت ما تقلقوش عليا انا في امان. في امور كثيره جدا، في خلافات يعلمها الانبا غابيوس مطمئن برماسي داليا ويعلمها البابا شنيده شخصيا، وهذا الكلام ليس على لساني ولكن على لسان اناء دايد لدين عضو مجلس الشورى وهو نائب مسيحي عن دائره ملاوي ودرمواس. وهذه الخلافات وصلت بيهم الى مرحله انه الزوجه كانت محرومه انها تشوف طفلهم اللي عنده سنتين، الزوج كان بيحتفل بابنه عند والده. خلافات زوجية، ولكن من أين علموا أنها خلافات زوجية؟ أمن زوجها؟ ألو؟ أيوه. أستاذ منى فردوس سمعان كاهن كنيسة مرجردي بدير مواس. أيوه من حضرتك؟ ابن حضرتك شريف رمزي المحامي يا أستاذ منى. نعم شرفني. المقبل الأيادي يا أستاذ منى. يا رب يخليك. يا استاذونا بلغتنا اخبار اثارت مشاعرنا جدا عن اختفاء زوجة قدسك، حابين نعرف الظروف الملابسات وتطورات الاوضاع دلوقتي عند قدسك. يوم الحد بالليل لغايه الساعه 9 وربع بتكلمان ان هي نازله عند اهلها ومفيش اي حاجه، ونزلت بعد كده ما عرفناش عنها اي حاجه، والشرطه مفيش اي اتخاذ لاي موقف. اسمح لي قدسك، قبل اختفاء قاسوني كان في اي مشاكل من اي نوع، مشاكل اسريه؟ مش اي حاجه خالص، مش اي حاجه خالص، متصله ومطمن على ابنها ومفيش اي حاجه خالص، لان ابنها كان بيت عنده جدا. حللني قدسك اكون اكثر جراءه، ودلوقتي بسال قدسك، ما كانش في اي مؤشرات انه قاسوني ممكن تخرج برغبتها لاي سبب؟ لا 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 ما فيش اي حاجه، هي رايحه على اساس انها بيت عند اهلها، لان انا مش بيت الشقه. ام من والدها ايوه حضرتك والد مدام كاميليا؟ ايوه مع حضرتك روماني من موقع حق الضلال. ايوه احنا كنا عايزين نسال حضرتك ايه حقيقه اللي حصل بالظبط؟ عايزين اللي حصل بالظبط ان الساعه الصبح في يوم الاحد اولا مسرح باجازه 15 يوم اعتيادي عقد الامتحانات معايا؟ ايوه فندم. والساعه 12 بالظبط كان في فلوس في اسمها في البوسطه، راح اتسحب الفلوس وسابتها في الدفتر من مبلغ كامل. سحبت في البوسطه باسمها وسابت الدفتر وفي مبلغ كامل ما خليش معاها فلوس خالص. ايوه. وكانت جايب واخده مسافه 1600 جنيه، كانت جايباهم ختمين، شايبه ختمين. يعني ما حاش فلوس خالص. وجثه كان في بلد وفي قريه تبع جرموت ابو خرجه، جيت رايحه بيت عند بيت ابويا اللي هو انا. ايوه
على بعد حوالي 600 متر بين شقتها والسكنه في البيت بتاعها. يعني هي نازله من البيت معهاش فلوس خالص. هي لازم البيت هي عاده لما يكون جثه بره ست سبايس بتجيب بات عندنا بات لوحديها في شقه في عماره سكنيه. ايوه. فجايب بات عندنا جايب الشبكه بتاعها جوه الشنطه وجايب عشان تيجي تبات عندي في البيت. طب كويس. الشارع كان فيه فرح اللي هو بتاعنا. فالغالب وقفت الناس شافتها واحده جريتها جريتها واقفه في العماره السكنيه. تحت العمارة عشان تاخد توك توك عشان تقريبا اللي بتخمم كده انها تلف وتجيب بيه من شارع ثاني عشان تيجي بيه البيت عندنا. بعد كده اختفت ما اعرفش عن اي حاجه. ما حصلش اي اتصال منها ليك او حضرتك حاولت تتصل بيها؟ هي اتصلت بابونا جثه الساعه 9 وربع. بعد كده انا 9 وربع يوم الاحد؟ مساء الاحد اه. تمام. جيت انا رايح على خاطر انت مش في البيت فانا رايح بات عند بيت ابويا. اه يعني الاتصال ده حصل قبل الاختفاء. قبل الاختفاء مباشرة. وانت؟ أم من الأنبا أغابيوس أسقف المنيا. لجهاز الاسماء بتاع البنات اللي هي اختفت في المنطقه ونبقى نشوف نديها لمين. ونيابتك هل هتعملوا تحقيق كنسي بقى تحقيق كنسي مع ابونا نفسه نشوف ظروف الاختفاء ايه؟ لا ابونا ما اعرفش ابونا. لا انا بالنسبه لحاله ابونا هتعملوا تحقيق كنسي؟ الحياه كويسه ومفيش اي حاجه ولكن تقريبا يعني ان كان في لعبه في دماغها من حد اللي هو المدرس اللي معاها في المدرسه ده سيدنا اللي كان قيل عنه تقريبا. لكن لسه الى الان ما فيش. طب لما تبتدوا يا سيدنا اكيد يعني هو يقصد استاذ مجدي ان هيحصل تحقيق مش شرط ان ده ادانه لابونا. هو يقصد تحقيق عشان نعرف ايه الاسباب الحقيقيه اللي كانت الدافع وراء ان هي اختفت او سابت البيت. احنا لا نمنع هذا بس ايه نتحقق في هذا الموضوع ونعرف على الاقل النتيجه عشان الناس اللي طلعت والناس اللي اتكلمت والناس اللي كانت مشغوله جدا برضه نفسها تعرف حاجه حقيقيه عن اللي حصل. وفي الحاله اللي زي كده سيدنا ممكن طيب يعني بتقول يعني نيافتك بتقول ان هو كان في لف على دماغها وحاجات، ايه الامور الروحيه اللي ممكن او ايه الامور اللي بتؤخذ معاها في مثل هذه الحاله على اساس انه يعني من رعايتها روحيا ورعايتها اسريا؟ هل في خطوات ايجابيه هتؤخذ؟ لا هي علشان كده احنا خليناها في مصر عشان خاطر ترعى نفسيا وروحيا وفكريا. نعم كده هو فيه. سيدنا احنا تم استلامها من امن الدوله في المنيا ولا في القاهره؟ نعم استلمنا مرات ابونا من امن الدوله في المنيا ولا في القاهره؟ لا مش من امن الدوله ولكن في القاهره. رجعوا تطوني الى القاهره، رجعوها القاهره مش كده؟ لا ما رجعوش القاهره حاجه، هي كانت في القاهره. هي كانت في القاهره؟ يعني هي كانت مختفيه في القاهره. اه وحاليا في دير مثلا يا سيدنا؟ في مكان غير معلوم عشان خاطر ما حدش ايه؟ تمام بس تحت يعني تحت اشراف الكنيسه طبعا. ايه تحت اشراف الكنيسه، تحت اشراف الكنيسه. تحت اشراف هيئه كامله من الكنيسه علشان خاطر يظبطوها يعني. بس نيابه الانبا غابيوس مش عاوزينها تبقى حاله غامضه زي حاله وفاء قسطنطين. عايزين الحاله تبقى على ملا وتعيش حياتها الطبيعيه والا هتبقى كاننا عايشين في حاله. ايوه اساطير. يحصل كده لان الارضيه عندنا المسلمين كويسين معانا. مفيش حاجه. بل ان هم يعني واقفين معانا وبيضمنونا وبيتصلوا بينا وفرحانين كلهم. جميل جدا.
ترجع بعد فترة تعيش حياتها الطبيعية وسط الناس. بالظبط. وتظهر يا بونا، لأن يا سيدنا لأن برضو قصة وفاء قسطنطين دي كانت يعني الحقيقة مادة رهيبة في يعني المواقع الإسلامية، إن تم قتلها من قبل الكنيسة وإن هي ما رجعتش المسيحية. فعشان كده نفسنا الحاجات اللي حصلت المرات اللي فاتت ما تتكررش مع السيدة كاميليا المرة دي. عندنا خبر بالكلام ده، لكن طبعا الموضوع ده مش معانا الا من ضبطهم يعني. ايوه سيدنا، بيحصل تقريبا كده يعني حاجه زي غسيل مخ حاجات زي كده. لازم احنا نعمل غسيل للغسيل. نعم اكيد طبعا اكيد. وربنا طبعا معاكم يا سيدنا. هذا هو نفسه الانبا أغابيوس الذي وجه بيانا الى شعبه احتفالا بالنصر الذي تحقق بعد ان تسلموا الاخت كاميليا. بدليل الموقف الاخير اعاده بنتنا كاميليا شحاته التي اختفت من يوم الاحد 18 يوليو الى هذا اليوم النهارده 23 يوليو، وأعادها الله بكل يد قوية جدا، ولولا يد الله كما كانت تعود مرة ثانية. فنشكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي فرح قلب الشعب القبطي في مصر كلها وفي العالم أيضا، ليس في مصر فقط ولكن العالم أيضا. الشعب المسيحي كل فرح لعودة الابن الضال اللي هي بنتنا كاميليا، ودي حاجة فرحت الكل وأسعدت الكل، لأن إذا كان ربنا بيفرح بخاطر واحد يتوب فإحنا نرد الخروف الضال إلى الحظيرة، فله الشكر. لا أعتقد أن أحدا بعد ذلك يمكن أن ينخدع بورقة توت جافة يتم وضعها لتغطي عورة من سلموا الأخت ومن تسلموها. لقد أسلمت كاميليا لرب العالمين، أسلمت ولا تحتاج إلى شهادة أزهر حرمتها، ولكنها الآن تحتاج إلى حرية سلبت منها دون وجه حق، فقط لأنها قالت ربي الله. هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف آلام مري، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير، تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى ضعت الطفل الغريب. 35,000 جنيه رحت انا سحبتهم وحطيتهم له في ظرف وسبتهم لحسن. نقطه يعني يا شيخ ابو يحيى، اسال سؤال. هل اسال ابونا اقول له لقيت على سريرك 35,000 ولا لا؟ والساعه الماضيه بالظبط كان في فلوس بيتها في البوسطه، راح اتسحب الفلوس وجذبتها تتكسر من مبلغ كامل. سحبت البوسطه باسمها تتكسر وفي مبلغ كامل ما حدش راح فلوس خالص. ايوه، وكان جايب واخد ابو جاسم هذه و 600 جنيه وكان وكلام زي كده. ورقي هنا واحد كمل في كده. انا والله مسلمه والله. طب وذنبه ايه لما كانوا يجيبوني وتشوفني؟ طب الراجل ده ذنبه ايه يعني؟ الراجل ده انا سببت له الاذى، انا مش عارف ايه، منهم لله منهم لله. والله يا جماعه انا مسلمه والله. عرفته بس ما اختفت كمان. هزتني نسمات الليالي. لا يمكن واحد يتكلم عن قتل الا لو كانت هناك جثه.
تثبت ان في قتل، لكن قتل وهم كده. دي انا كل اللي عندي يا جماعه، انا مش هرجع ولا مسلمه اصلا عن اي حد في علاقه بيني وبين ربنا. هذا ما حدث ويحدث وسيحدث إن لم يتدخل من يوقف هذا الفرق الواضح للقانون والدستور. لقد كان بعد واقعة تسليم الأخت وفاء قسطنطين أن قامت المظاهرات، وبعد شهرين فقط، من أجل تسليم أختين أسلمتا بدعوى أنهما اختطفتا وأجبرتا على الإسلام. والخطف والإجبار على الإسلام هي التهم الجاهزة التي يرمى بها المسلمون مع كل مسيحي يسلم أو حتى يفكر في الإسلام. انك تسمع ان ولد اتخطف، بنت اتخطفت، اوعى تصدق. مفيش حاجه اسمها خطف، ودي انا مسؤول عنها قدام ربنا. انا في الاماكن اللي بخدمها اميل ان انا اتابع الحاجات دي بنفسي، او على الاقل لازم اعمل حاجه حتى ولو اضرب تليفون، يعني احصائها واسبابها في دي. مفيش بنت اسمها اتخطف ولا ولد اسمه خطف. فساعات واحد كده مسؤول، الحق يا سيدنا، انت سيدنا ومش سائل فين ليه؟ خطفوا بنت. خطفوها ازاي؟ مشوا في الشارع وخرجت وما رجعتش. ففي ناس بيسموها انها خطف، ما فيش حد اسمها خطف. لان البنت ولا الولد لو قال انا مش عاوز امشي في السكه دي، مش عاوزين منه اكتر من الكلمتين دول. انا عايز اقول لحضرتك، عندنا في محافظه المنيا تحديدا وفي مركز منلاوي يا استاذ منى منذ عام ونصف، وهذا الكلام موثق وموجود عندي في الاهرام وموجود عند كل الزملاء الصحفيين في مختلف انتماءاتهم الصحفيه، قوميه ومستقله ومعارضه. عندنا حاله اختفاء فتاه مسيحيه من امام مطرانيه منلاوي، وخطيبها قال انها اتصلت بيه تليفونيا وابلغته انه في اثنين ملثمين اختطفوها واغتصبوها. للاسف الشديد اجهزه الامن بحثت القصه وتبين ان القصه دي كلها مختلقه ولا وجود لها، والبنت كانت مع صديق ليها في القاهره، وتم اعاده الفتاه ولم يحدث واقعه اغتصاب لفتاه كما زعمت، وانما كانت تقريبه بمحضرتها مع صديق لها. طيب يا استاذ حجاج، وبعد تسليم الاخت كاميليا ايضا يتكرر المشهد. وعلى النقيض فلقد تنصرت نجلاء الإمام، فكم مظاهرة قامت من أجل تسليمها وسجنها في الأزهر؟ هل تحدث الشيوخ عن غسل مخ أو خطف أو حبس؟ وتنصر المدعو محمد حجازي، فهل اعتكف شيخ الأزهر من أجل إعادته إلى أحضان المسجد؟ والنتيجة الطبيعية لضياع هيبة القانون أمام العجرفة الكنسية أن استفتاء تم على أحد مواقع شبكة الإنترنت كانت نتيجته أن أكثر من 60% من زوار الموقع يؤيدون استخدام القوة لتحرير المسلمات الجدد من سجون الكنيسة. السؤال المطروح الآن، لماذا تفعل الكنيسة ذلك؟ لماذا تكره الناس على البقاء في المسيحية بالقوة والعنف؟ إنه صوت الحق، إنه خوف الكاذب من فضح أمره. يعلم الكثيرون كم كانوا يخدعون الناس بالكذب والباطل والمعجزات الوهمية، وما فعلته الكنيسة في الظهورات المزعومة للعذراء مريم
الوراق وغيره من الأماكن، إنما هو لجني التبرعات من المسيحيين ولتثبيتهم على عقيدتهم الباطلة. يا أيها الناس أفيقوا، إنهم كاذبون. ما يريد هؤلاء إلا أن يحصدوا أموالكم أو منصب بينكم ويكونوا ذو سلطة عليكم، وإلا لما أصروا على عودة الأخت كاميليا. وإني لأظن أنها كانت تعلم أشياء لو تكلمت بها لأحدثت ضجة كبيرة، مثل أموال التبرعات التي وضعها زوجها السابق في حسابها دون علمها. كان هو بيجمع أموال تبرعات أموال من الكنيسة، فكان واخد منها 35,000 جنيه مش على بعضها يعني مفرقات، فتح لي حساب باسمي علشان ما يبقاش نافع، فاتح هو باسمه 35,000 جنيه، رحت أنا سحبتهم وحطتهم له في ظرف وسبتهم له على السرير. نقطة، يعني يا شيخ أبو يحيى أنا أسأل سؤال، هل أسأل أبونا أقول له لقيت على سريرك 35,000؟ أو التشابه الغريب بين زوج كاميليا السابق القس تداوس السمعان وشيخ مسلم في مسرحيات القمص مكاري يونان. زي ما نقلنا كلام الأستاذ كمال غبريال، خلونا نشوف الصورة دي للقس سمعان تدرس. أنا عايز الجميع يخلي باله من اللحية نفس الطول، أو يعني بغض النظر، بس هي واضح إنها خفيفة. عموما النضارة نفس النضارة، حتى لون البشرة لون الفاتح، الأنف، الفم، الجبهة اللي هي الجزء اللي فوق دي زي ما قدامنا الآن في الصورة. أنا مش هي دي الصورة اللي بيتكلم عنها الأستاذ كمال غبريال وبيقول إنها إنهم الاتنين واحد، وإن القمص مكاري يونان بيعمل أفلام أو تمثيليات حتى يعني يساعد في التنصير أو كده. وزي ما سمعنا التسجيل قبل كده إن القمص مكاري يونان بيحاول يعمل في التبشير، وده مخالف لقوانين الدولة. في الحقيقة الصورة دي أو كلام الأستاذ كمال غبريال وضح لي بعض النقاط المهمة من أول أو من أهم. هناك من يعبث ويخرب في المجتمع المصري راجيا الوقيعة والفتنة بين المسلمين والمسيحيين ليستفيدوا هم من الأموال التي تدخل مصر تحت مسمى دعم الأقلية المسيحية المضطهدة. هذا الأسلوب ليس بجديد، بل كان يفعله اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يشيعون الفتنة بين العرب حتى تقوم الحروب بينهم، فإذا أراد الجانبين السلاح أعطوهما بضعف الثمن الأصلي، وتنتهي الحرب مخلفة وراءها شعبا ضعيفا لا يملك المال ولا القوة. هذا ما يفعله خدام الغرب الذين يريدون لنا أن نقع تحت طائلة الاحتلال مرة أخرى عن طريق إشاعة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد على شاكلة قانون فرق تسوي. إن قضية كاميليا شحات زاخر لم تعد فقط قضية امرأة مسلمة تم تسليمها إلى الكنيسة، ولكنها أصبحت قضية وطن فقد غالبية شعبه الثقة في عدالة القانون، حتى راحوا يتندرون بأن القانون ما فيهوش زينب لكن فيه شنودة. لهذا نقول أخرجوا كاميليا، أنقذوا الوطن، حتى لا يتحول جرح فرد إلى جرح وطن إذا ما استمرت هذه المأساة في أن تكون مأساة تتفق. هزتني نسمات الليالي فترى ببالي طيف آلام مري، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير تكويني، شهقات الثكالى فعنات توالى ضعة الطفل.